لما الحزب بعد ما سلم، لما صار في الأحزاب هاي تجمع عليه حرب، كانت تجمع عليه حرب. لا أنا ما مش بحكي لك، لأنه كان بيعمل عليه الحرب. راح إيش ومن أول مرة كان أصدر أمر القتل، راح تم عشان يبرر القتل، راح حكوا إنه هذول لا لا هذا نسوي اللي بدين. بعدين بعد ما قتل هذول الحزب اللي شو أرض الجيش الألماني وأرض رئيس ألمانيا. بس بيّن أساس شكلها المريض ماشي. بالأول ما كان أحد العصر الغريب أيوه بالضبط، بس بعد النمسا وخاصة بعد إيش هل هو لحد الآن طلب مقاطعتهم في كان سنة 34 طلب مقاطعتهم تماما بدون أداء، بس طلب مقاطعتهم إنه اللي هو اللي بشوف علامة تشير المهمة
بلندا عشان ايه الموضوع صح صار تقريبا 60 مليون فيش مش ماضي اللي صار في هذا الموضوع ما اي معلومه عنه
بس مايت بس المعلومات عن هذول اللي جاهز ال تيمز جاهز مين جهزه شرح المحاضرة اليوم كيف؟ أنت مع الدمج؟
الشعب الثاني جيت هو مزبوط ها؟ شباب راح نحكي اليوم عن أكثر الموضوع. الهدف الرئيسي من المحاضرة إنك نحكي شوية مصطلحات كلها يعني تعاريف. بحاجة بعدين إن شاء الله بس الكل روح على الفيديوهات الفصل الثاني والصدى القادمة بحكي الكل تمام دون استثناء كل سهلة مش صعبة يعني. مصطلحات عشان ما فيها مشكلة تكون عندكم خبرة مش كبيرة يعني ما كبيرة يعني تمام. مش للشرح المفصل جاست يعني روس اقنا تمام. ناخذ على البلازموديوم فنجاي او فنجاي مايكولوجي وشويه عن الشيستوسومياسيس اللي هي البلهاسيا تعريف كل واحد ايش بيسوي المرض مصطلحات العامه الى اخره صح. فلاريا كيف نقصر شبعا الملاريا كيف؟ والحمد لله هاي الأمراض يعني مش إندميك في بلادنا مش مستوطنة في بلادنا كلها موجودة وين؟ تروبيكال وصف تروبيكال استوائي والمناطق القريبة من خط الاستواء ملاريا باراسايتس ار انتراسيلر بروتوزوا حكينا الملاريا أو البلازموديوم هي عبارة عن جزء من عائلة البروتوزوا اللي هم حيوانات بداية من وحيدة الخلية بتقوم في معظم الفيتال فانكشنز. الملاريا بشكل عام هي لايف ثريتنينج ديزيز ممكن تشكل خطر على الحياه تنتقل عن طريق الفيميل او الارثروبودز اللي هي الانفيرس موسكيتو هي البعوضه اللي هي نطقه البعوضه حكينا عباره عن انترا سيلر باراسايت بينفكت ريد بلاد سيلز بيعيشوا بتكاثروا داخل ايش؟ داخل RBC فهناك شبه أشخاص اللوحهم ملاريا يصير معهم intravascular hemolysis لأنه بتكسر RBCs عندهم لحين ما يتعالج. حكينا tropical and subtropical areas موجودة الملاريا preventable and curable يعني ممكن نعمل لها prevention بنكافح البعوضة نفسها والأشخاص اللي بيسافروا أول مرة يعني بيستخدموا مثلا لما يناموا بيستخدموا الشبكة سيدي ميت أو بيستخدموا insect repellent كريمات على الجلد هاي تضرب إيش تضرب حشرات والكيورابل فيها علاج كلوركول إلى آخره إذا تركناها بدون علاج صرنا severe complications ممكن تسبب عند المريض death. حكينا هي عبارة عن شباب تروبيكال وصوب تروبيكال لكن إذا ملاحظين climate change بالعالم كل المؤتمرات اللي بتصير عن الاحتباس الحراري وعن مش عارف الشكل اللي بتصير وذوبان الثلوج القطب الشمالي فتغيرت الظروف واحتمال بحكي لك انه الملاريا بتبطل تصير تروبيكال بتصير في اي دوله لانه الحاره شمالها صار فيها احتباس وكل شيء غير وغير الملاريا. عندي شباب الملاريا اربع انواع عندي بلازموديوم فالسيبارون اللي 50% من الحالات بلازموديوم فيفاكس 40% طبعا different species بلازموديوم ملاريا 7% والبلازموديوم اوفالي 3% طبعا كل واحدة لها شكل في الار بي سيز طبعا الاشخاص الاكسبيرت بيقدروا يحددوها. سووا ملاريا هاي حكيناها طبعا 300 الى 500 مليون شخص بيصابوا في العالم سنوي طبعا المورتاليتي ريت او ال تقريبا بيموت 2.7 مليون per year whom our children are being killed by disease. شو يعني المرض؟ شو المرض؟ يعني مش سهل خاصة المرض الترفيبية هاي يعني إذا ما كنش ما يشعر نظيفة يعني فاقة محو ملاريا فعلك الأمراض كلها هاي الباراسايت من الفانتياسز للوالوة لكل الحكاية هاي مستوطنة عنده بشكل كده تمام؟ حكينا تنتقل الى human by mosquito of the genus Anopheles كملوها هاي شوف شباب اللايف سايكل شوي معقد لكن سهل لان في عند اللايف سايكل بتكون في الهيومن جزء من اللايف سايكل بتكون بالهيومن وجزء وين بيكون
بالأرثروبود اللي هي الموسكيتو تمام. الآن الإكسوجينس فيس إن هيومن إيسكشوال سايكل بسموها السكي زوجيني تمام. الإكسو إريثروسايتيك سايكل مالتيبليكيشن الليفر فرانكيمال سيلز. أنا باخذ الباراسايت من الموسكيتو تحول لميروزويت بدخل جوات الار بي سيز بتحول لرينج تروفوزويت لانشاد الرينج تروفوزويت إلها طريقين. الطريق الأول بيكمل لماتشور تروفوزويت الماتشور سكيزونت ماتشور سكيزونت وبصيب لي إيش كمان مرة الار بي سيز. الجزء الثاني من الرينج تروفوزويت بيكمل لجميتوسايتس مايكرو جميتوسايت والماكرو جيميتوسايتس. مين بياخذهم؟ تاخذهم الحشرة اللي هي الموسكيتو بيصير فيه فيرتلايزيشن بعطين الزايغوت. يعني هون سيكشوال سايكل وهون ايش؟ غير سيكشوال او كاينيت او الموتايل زايغوت اللي هي البيضة المخصبة تدخل للبادي تبع الموسكيتو وبتكمل حتى توصل لايش؟ للسبوروزويتس. السبوروزويتس اللي هي الافكتيف ستيج لمين؟ للهيومو. عشان تكون الصورة أوضح طلعوا يا شباب هاي الحشرة أنا شو أعطتني؟ أعطتني السبوروزويت. السبوروزويت هي فيكتيف ستيج تمام. السبوروزويت بتروح مباشرة على الليفر ستيج بتحول لسكيزونت. سكيزونت يعني المنفصمات أو المنفصلات شيء زي هيك تنقسم. سكيزونت تطلع على السيركوليشن وين بتصير؟ الـ RBCs. الـ RBCs في الهيومن حكينا asexual reproduction تكاثر لا جنسي. وين بتعيش؟ داخل الـ RBCs. اوكي؟ هالـ إريثروسايت بتبلش أول شيء رينج ستيج asexual اللي هو حكينا في الـ RBCs. بعدين بتحول لتروفوزويت. التروفوزويت بتحول لسكيزونت ولا ميروزويت. الآن الميروزويت تنفجر الار بي سيز وبتصيب لي ايش؟ خلية ثانية. بتصيب مين؟ خلية ار بي سي ثانية. طيب هون السكيزونت بتحول جزء منها ل جاميتوسايتس اللي هو الفيميل والميل. مين بياخذهم؟ الموسكيتو مرة ثانية. داخل الموسكيتو بصير تزاوج بصير فيرتلايزيشن تحول لزايغوت. الزايغوت تحول لأوكاينيت بعدين أوسيست. الأوسيست هاي اللي هي الأوسيست معناتها بيضة متحركة تكون مليانة بالسبوروزويت تنتقل للماوث بارتس أو الهيد بارتس تبعيت الموسكيتو. بعد اللدغة بتروح على السيركوليشن ترجع الليفر وبتكمل دورة حياتها. أوكي يا شباب واضح؟ الفكرة جدا سهلة. الآن الأشخاص الإكسبرت بيقدروا يحددوا الشكل أو الستيج أوف ملاريا من الآر بي سي. بيقدر يشوف الرينج ستيج تروفوزويد السكيزونت وبيقدر يشوف إيش شباب الجاميتوسايتس. هل الجاميتوسايتس موجودة في الآر بي سي؟ نلاقيها في الفري في السيركوليشن تمام. الله هو طبعا هذا مش مطلوب ما راح اطلبه منك اوكي. بس بهمنا احنا الفلسي بارون. هاي الفلسي بارون الثاني طلع كيف يا شباب الرينج فورم كيف شكله زي الخاتم وين موجود بالار بي سيز. بعدين التروفوزويت الخاتم شويه عرض تمام. هون بالفيلكس كيف صار رينج فورم او الديفلوبينج التروفوزويت بيختلف عن التروفوزويت تبعت الفلسي بارون. فكل واحده لها شكل عشان التشخيص. الماتشور سكيزون بعدين سكيزونز بعدين الجاميتوسايتس اللي بياخذهم مين هذول الشباب؟ مين بياخذهم؟ الموسكيتو. ملاحظين كيف؟ يعني الجاميتوسايت تكونت داخل الار بي سيز. شو صار بالار بي سيز؟ انفجرت هون انفجرت عشان تطلع الجاميتوسايت لبرا بتاخذها الموسكيتو تكمل دورة حياتها. باثوجينيسيس حكينا after the bite of affected female anopheles mosquito كان بيعش أنواع من الملاريا. ممكن شخص يكون مصاب ينقل دم لمين؟ لشخص ثاني فبسموها transfusion ملاريا. في عندي congenital ملاريا من مين؟ من الأم
نتصل خلال الحمل يسموه النيوترو ترانسفيوجن او ترانسميشن كونجنت الملاريا. في عندي الاشخاص اللي كنت تمريت سيلينجز بارتيكولارلي دراج ادكتس هم اعطي المخدرات يعني باقي زي ما بنحكي استخدموا ايش ادري واحده بنين بالسهره كامله وقفوا سيلينج الشباب هذا رخيصه يعني ما بتكلم. طيب تشخيص باي ميكينج بلاد فيلد بكر بالبيجرام سوبراستيك انفكشن حكينا فين الثين فيلم وثيك فيلم إذا ممكن نستخدم إحنا thick film blood films are frequently used using GIMSA techniques. These types allowed rapid examination of large volume. نصبغ في GIMSA stain on right stain. لاحظين هون هون thin film وهون thick film. وهون في ال في ال في blood film شو لاحظين هون داخل RBC شو في عندي زي خاتم ring. هذا يعني تشخيص جدا سهل شباب يعني أشخاص اللي بيجي من برا يعني إخواننا وقرايبنا اللي بروحوا قصة على وين واضح في السلام وضم شو بروح معاه كثير أصدقائنا صار معهم ملاريا بروح يرج من الحرارة فيفر أوكي هيموليسيس السبب إيش تكسر RBCs هتكمل باراسايت دورة حياة تمام. هاي عندي إيش هذا الشكل زميتوسايت أوكي سهل يعني مش صعبة بس كل سبيشيز له شكل معين طبعا صعب الميز بيناتهم بدهم شوية تريتمنت كلوروفين دايسلفيت تريتمنت اوف اتاك اف اورال دوز كانت بي جيفن نعطي كوينين داي هايدروكلورايد اي في وكلوروكوين هايدروكلورايد انتراباسكول. شوفوا في صور جوات على الملاريا جدا سهل الفكره ما فيها شيء تفضل يا آخر شيء جزء منها بيروح بيكمل اسكشوال للسيزون جزء منها بيكمل بروح على جنب عشان تروح على الموسكيت. فنجال يا شباب بارامايكولوجي the science that deals with study of fungus medical mycology شباب الفنجال أو الفنجس تعمل لي أمراض زي ما عندنا medical microbiology شوف في عندنا كمان medical كتب وعلم واخصائيين الى اخره. ايش الفيتشرز اوف فانجس؟ فانجس او الفانجاي ار جروب اوف يوكاريوتيك اورجانيزمز مش بروتوزوا اكثر من خليه مالتي سيلولار موجود في السويل ووتر اير ديكينج ماتر ار ذا مين سورسز اكثر من شكل مورفولوجيكال ابييرنس بيعتمد على السبيشيز. They are heterotrophic. شو معنى heterotrophic؟ hetero. يعني بصلع ذهب نفسه. كيف؟ ولا قطب ده غيره. غيره. تمام. They are saprophytic or parasitic because of requiring prepared food. ما عندهاش كلوروفيل. ما بتصنع بال زي النبات الأخضر أو الحيوانات اللي بتكون فود بذاتها. Having more complex structures and greater size, they differ from bacteria. أكيد. بكتيريا بروكاريوتيك وهاي إيش حكينا عنها؟ يوكاريوتيك. 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 مش يو. يو. Okay. They are mainly found in two forms: yeast and mold, as well as the more familiar mushrooms. ترى في ناس مش ما بخلط بين الفنجس. هي الفطريات الخمائر اللي هم اليست وإيش الثالثة المول اللي هي إيش العفائل اللي موضة موجودة وين في بيوتنا خاصة في فترة الشتاء نقضيها إيش مظبوط الموضة يعني بعاني منها مع التدفئة المركزية ومع أنواع التهوية إلا إيش تطلع مستحيل إلا كل بيت يكون فيه يعني مكان طالع فيه مول في yeast are unicellular whereas mold is filamentous and multicellular. طلع يا شباب حكينا ال yeast are fungus المولد fungus يعني هم من نفس العائلة يعني ما أقول لك أنا المولد عبارة عن فطريات جزء من الفطريات شكل من الفطريات ال yeast الخمائر المستخدمة في البيوت الخبير العجين وما عجين هاي شو هي طبعا هي شو ما fungus
والمشروم اللي هو الحجم الكبير فنجس، اوكي، هو الفطر الاصلي. اليست في عندي ترو يست سيل زي الكريبتوكوكس نيوفورمس، وفي عندي يعني ايش معنى الترو يست سيل؟ في عندي ايش بسموه سيدو هايفي اللي هي الكانديدا، صمح لي كمان شو اللي هي الكانديدا البيكاس. في عندي المولد، عندي اسبتيت هايفي زي الابسيديا والرايزوبس، وفي عندي السبتيت هايفي زي الاسبيرجيلس والبنسيليوم اللي طلع منه البنسيلين. وفي عندي يا شباب فنجس دايمورفيك حسب التمبريتشر، اذا كانت حاره 37 تعطيني شكل اليست، اذا كانت 22 25 تكون شكل ايش؟ فيلمنتس فورم، اوكي، فيلمنتس فورم. صار نشوف الشكل عشان تعرفوا التركيب كيف بيكون. اليست يونيسيلر فورم، السايز من 1-5 مايكرومتر الويث، اللينث من 35 مايكرومتر، الشيب اوفر شيب بتصن ميدي الونجيتد اور سفيريكال. في عنده 8 سبيشيز هاز كاركترستيك شيب من موتايل دي تو لاكينج فلاجيلا اور. شوف شباب اليست عباره عن حبيبات بالضبط الخميره نفسها، حط على عجين مع شوية سكر تصير فيرمنتيشن، اوكي، بطلع CO2، هذا العجين ايش ماله؟ بنفخ، اوكي. هاي الكانديدا من فعلا الكانديدا البيكس اللي بتعمل لي ايش؟ رشة ولا زي الحمر، زي الحمر يعني تقريبا. المولدز حكينا يا شباب لما نحكي فنجاي من ضمنها ايش؟ يعني مولدز، المولدز ار فنجاي او فنجاي، اوكي. Molds are multicellular filamentous fungi consist of mycelium and spores. The mycelium is composed of branching filaments called hyphae. طلع شباب، طلع كيف شكل العفائن. عبارة عن شجرة صغيرة موجودة لازقة في الجدار. شجرة صغيرة. هذول يسموهم شباب الأجزاء أو السيلز، هذول يسموهم hyphae. يسموهم اوكي. بعض المولد بيكون الهايفا سبتيتد، يعني في سبتم، شايفين هذا الفاصل؟ هذا سبتم. وبعض المولد بيكون اي سبتيتد، بيكون عباره عن تيوب كامل، ما في فواصل بين الخلايا، اوكي؟ هاي بسموها، طبعا هذا كله بسموه مايسيليوم، هذا كله مايسيليوم، تمام؟ الفروت او الزهره، الزهرة بيسموها كونيديوفور، الزهرة بيسموها كونيديوفور. شوفي عليها يا شباب، شو ملاحظين هذول؟ السبورز اللي هم بيسموها الكونيديا. ليش احنا ركزنا على الكونيديا؟ لأنه في عندي يا شباب باثوجينيك مولدز، تمام؟ زي مثلا اسبيرجيلس فوميجاتوس، هاي موجودة في المستشفيات. فلما يعملوا المستشفيات أي رينوفيشن، يعني يهدوا جدار، يبنوا جدار، يعملوا مثلاً بناء جديد، حكينا بالإنفكشن كنترول لازم يفصلوا أماكن البناء والهدم عن مين؟ عن الفيشنز. إنه أي حركة، أي حركة دست أو غبرة غير فورسيلينج، الأسبيرجيلس سبورز أو الكونيديا موجودة، الغبرة موجودة في كل مكان، فهاي بتصير يعني تيار هواء وتنتقل على الريسبيراتوري سيستم وتتم عند المريض ايش؟ انفكشن، اوكي؟ وهاي الكونيديا السبورز اللي هي بتطير في الجو وبتعمل لي انفكشن بالميونو كومبرمايز بيشنتس خصوصا. نقطة ثانية، احنا تلاقي بيت جديد، اوكي، بيت جديد، السنة الأولى، السنة الثانية شو صار فيه؟ صار شوية عفن. فدائما المقولة المشهورة انه والله اللي عمرني او المتعهد شو ماله؟ غش، والله مش غش، وهو طول الصيف الشبيك شو مالها؟ مفتوحة، شو بدخل منها؟ كونيديا سبورز، وين بتلزق؟ في الزوايا، لما يجي لما الشتاء ورطوبة مع حرارة بصير فيها جرمينيشن بتكاثر، اوكي؟ فهون السبورز بتطير بصير فيها جرمينيشن تعطيني هايفة جديدة تنزل كاثر مرة ثانية، واضح؟ يا
تلف لفة ثانية. عندي الهايفا نوعين، في عندي سب سيرفس أو اللي بسموها الفيجيتاتيف مايسيليوم، والاريال الهوائية اللي موجودة برا اللي حامي إيش؟ الزهرة الفلور اللي موجود فيها شنو؟ السبورت، سميناهم إيش؟ كونيديا. هون هاي الكونيديا وهاي الكونيديا فور وهاي إيش؟ الهايفا. في سؤال تبقى فنجان؟ سألنا فيها إيش؟ طب نروح على المايكولوجي، نفس الشيء بس ناخذ مع الأمراض. مايكروسيس is the disease caused by fungi. إيش الجينر كاركترز of fungi؟ حكيناها. يوكاريوتس حكيناها. السيل وول تبع الفنجي consists primarily of chitin. Chitin. So they resist البنسلين. البكتيريا شو كان فيها السيل وول؟ البكتيريا شو كان بالسيل وول؟ فعشان هيك يا شباب لما عالج الفنجي انفكشن البنسلين او سكار سبراي ما حستفيد. ليش؟ الستركتشر بيختلف. عندي كايتين وول، اوكي؟ في عندي بالسيل ممبرين ما عندي كوليسترول، في عندي ايش بسموه؟ ارغوستيرول. بيشبه الكوليسترول لكن ايش بقى الستركتشر تبعه؟ مختلف، تمام؟ Most of them are obligate aerobes and need carbon for growth, so live on decaying organic matters. طبعا شباب بدون العفاين as a decaying organism شو حصل في جهات في العالم؟ بتراكم، يعني قديش بموت ناس، قديش بموت حيوانات، قديش بتموت نباتات، مين بيحللها؟ الفطريات والعفاين، اوكي؟ بدونها راح تنتهي الارض dead bodies. طيب ايش beneficial effects of fungi؟ fermentation حكينا، properties used for industrial production of alcohol, fats, citric acid, source of antibiotics زي البنسلين. Some fungi are edible او نقدر ايش معناها؟ نقدر زي المشروم كثير طيب. Yields provide nutritional supplements such as vitamins. Some fungi produce ergot alkaloids. شاب هاي ergot alkaloids بعمل smooth muscle contraction that help in inducing uterine contraction في حالات الولادة. Controlling blood and treatment of migraine. ايش المigraine؟ شقيقة صداع نصفي بتستخدم توسع الرمع الدموي في الدماغ، تضغط على البرين تشو. فبيعطوا هاي المادة شو بصير فيها؟ فاز كونستركشن بخف البشر، بخف الصداع، تمام؟ Some of fungi are used to trap mosquito larva, so help in malaria control. يعني natural. The harmful effect of fungi, destruction of food, lumber, paper and cloth. طبعا بس شتاء معظم الاشياء بتعفن، فبتأثر على اشياء كثير. Animal and human diseases, plant diseases, spoilage of vegetables and cereals, الحبوب, toxin production. هذا السلايد مش مطلوب منكم، اوكي؟ بس شوف في اشياء مهمة. في عندي اليست كيف شكلها ومثال عليها. في عندي المولد في المنتس فانجاي شكلها ومثال عليها يا شباب، الاسبيرجيلوس فوميجاتوس هاي حكيناها بالمستشفيات. وفين الدايمورفيك فانجاي اللي هم ايش؟ اللي على 37 وعلى 25، 37 بيكونوا على شكل يست اوفر، 25 بيكونوا في المنتس، تمام؟ الكلينيكالي فين سوبرفيشال مايكوسيس، كوتينيوس مايكوسيس، سب كوتينيوس مايكوسيس، وفي عندي سيستميك. اذا شو معنى الفانجاي؟ بيعملوا لي انفكشن في ديفرنت بارت اوف سكين، يا بيكون كوتينيوس سب كوتينيوس او بيكون ولا شيء، اوكي؟ افرجها مره ثانيه عليه بالموديلات نفس السؤال. طلع يا شباب هاي الكانديدا يست فورم اللي هي الكانديدا البيكاس تتكاثر باي بادينج للتبرعم. شو سميناها يا شباب هاي؟ هاي الهايفي او الهايفا، وهاي الفروتينج فروتينج بارت اللي هو الكوريدي فور. شو بحمل؟ السبورز اللي هم الكونيديا، تمام؟ هون في عندي الستات
او السبتم بين الهايفا، اوكي؟ هاي بسموها الفيلمنتس فانجر. الدياجنوسيس طبعا سهل، دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن، الكي ال اتش تريتمنت، يعني عندك عينه شاك فيها فانجر، تضيف عليها ماء بوتاسيوم هيدروكسيد، تمام؟ بذوب كل شيء الا مين؟ الا الكي ال اتش، الا عفوا الا الفانجر، تمام؟ جرام ستين، جيمزا ستين، كالكو فلور، وايت ستين، اندي انك، كلها نستخدمها حتى نشوف الفانجر. الكالتشر شباب الفانجر نزرعها على سابرويد ديكستروز اجام ايفر على 37 وعلى 25. 37 حتى الجروث اوف يست اللي هم الاوفر شير، وال25 هم ايش؟ المولد، هم الفيلمنتس، تمام؟ اخر شيء اللي هو الاسكسومياسيس اللي هي بالهارسيا، ولا اكثر شيء موجود بالهارسيا شباب الدول العربيه موجوده مصر دلتا، لانه فعلته مي كثيره وبمشوا المي بدون ما يلبس، بتعمل سكين بريتريشن وبتروح على السيركيليشن، اوكي؟ ديفينيشن اسكسومياسيس كرونيك اند بوتنشالي ليثال تروبيكال ديزيز mainly caused by the parasitic blood flux. ايش هو الفلوكس؟ نيماتود ولا سيستود؟ نيماتود هو راوند وورمز، تيراسكارس. سيستود ايش سيستود؟ كابورم. والنيماتود والتريماتود مظبوط؟ With untreated infection, generally the infection can persist. شباب بيطول من 3 إلى 10 سنوات. Minority of affected individuals developing life-threatening. طبعا عبد الحليم حافظ ماسك بالهارسيا. الله يرحمه. إن شاء الله باقي النجوم. يا شباب. عندي 3 أنواع من الشستوسوما. عندي شستوسوما مانسوناي. Yeah. وين بتعيش المانسوناي؟ inhabits inferior mesenteric vein large intestine. عندي شستوسوما جابونيكوم inhabits superior and inferior mesenteric veins، اذا بنلاقيها بالsmall and large intestine. لكن في عندي الهيماتوبيوم بتعيش باليورو جينيتال فينز، وين بتعيش؟ اليوروجينيتال فينز. طلع كيف شكلها يا شباب؟ احنا حضنا الفلوكس شو مالهم؟ الديدان المسطحة الفلات وورمز. في البداية ليش صنفوا الشيستوسوما على انها فلوك؟ كان طبعا بداية العلم بداية اكتشافها، طبعا اكتشفها العالم اسمه بلهاس، رودولف بلهاس جزئية، وكان يشتغل في مصر واكتشف هاي الورم فسموها بالهارسيا نسبة لمين؟ إله. طبعاً في كثير أسامي حكينا نسبة للعالم زي الجرام ستيل، تمام؟ صدق لما فكروها هي عبارة عن فلات وورم، بس لما طور العلم لقيوها عبارة عن شبه أسطوانية، الكبير اللي هو الميل في عنده جروف شق على طول جسمه بحمل مين في بحمل في مين؟ فيميل. حلو، اوكي، بحمل مين فيه؟ الفيميل. ليش بحمل الفيميل؟ اصلا نحكي ايش يا ملاحظين، في عندي تو سكرز فينترال ودورسال، هاي 1 سكر وهاي 2 سكرز، اوكي، هذول مهمات للاتاتشمنت اللي راح يمشي عكس التيار حتى يوصل مين؟ الفيميل. اصلا نحكي فلوكس والشستوسومز شيب فلات اند ليف شيب، هون ايش؟ الونجيتد اند سلندريكال، بس ضلوا يصنفوها مع مين؟ مع الفلوكس. السكسز هون ايش مالهم؟ هيرموفرودايت. هون ايش مالهم؟ سيبريت، هاي ميل هاي في هاي ميل وهاي ايش؟ في ميل. الايج اوبيركوليتد، في عندي عليها زي الغطاء، وهون نون اوبيركوليتد. الترانسميشن شو رايكم بالفلوكس؟ كيف كانت؟
Ingestion hole, skin penetration, effective stage. متى سيركاريا وهنا سيركاريا. الانترنت هوست 2 هون عندي 1. ها طبعا المانسوناي في مصر والدبانيكوم وين موجوده؟ في اليابان من الجوهر. شوف اللايف سايكل يا شباب، لايف سايكل. يعني الشخص المصاب حكينا في عندي السيستوسوما هيماتوبيوم وين موجوده؟ باليوروجينيكا. باقيات وين موجوده؟ واحده في السمول والثانيه في اللارج اند سمول انتستين. كيف؟ نفرض ان المريض عمل طلع معاه في الستول او في اليورين جستسوما هيماتوبيوم او جابانيكوم او مانسوناي، لان في الووتر تتحول لميراسيديا اللي هو اللارفا. شوف لي عليها سيليا عشان تقدر تسبح فيها، مضبوط؟ هنا بياخذها بسنيل، في سنيل تحول لسبوروسيست، بعدين لسيركاريا. سيركاريا بنتريت ايش؟ السكن. اذا الافكتيف ستيج ايش عندي هون؟ سيركاريا. والدياجنوستيك ستيج الايك دياجنوستيك ستيج ايش مالها؟ طب الحمد لله سبحان الله انه اشكال الايك تبعت السيستوسوم مختلفه. في عندي المانسوناي، في عندي لاترال سباين شوكه طرفيه. شوكه شو مالها؟ طرفيه. المانسوناي وين جاي الشوكه؟ في المقدمه. الجبانيكوم ما فيش عندها شوكه، شكلها دائري. لما نروح بعدين على المديرات في لها زي النوك، مال النوك زي انتفاخ صغير، هو مكان الشوكه بس ما كملت. اوكي طيب، في السيركوليشن سيركاريا لوز تيلز. سيركاريا لما تخسر التيل تبعها تتحول لشيستوسوم. شيستوسوم يولا هو تصغير، شيستوسوم تصغير، شيستوسوم through circulation migrate to portal blood in liver and mature into adults. وين بتروح يا شباب؟ على الليفر. شيستوسوم يول ميل وفيميل، وين بروحوا؟ على الليفر portal blood. لما يصيروا adult بيجي الميل يشيل مين؟ الفيميل. وبتحركوا against the blood circulation against the portal circulation. وين بروح فيها الميل؟ بروح فيها على اللارج او السمول انتستين او الثنتين. بضل يمشي عكس blood circulation باستخدام ايش؟ السكر تبعاته. صار مين شايل هو؟ الفيميل. بضل يمشي حتى اضيق نقطه بيقدر يوصل فيها الفيميل اللارج انتستين او السمول انتستين. بس المكان يضيق بتركها بتكمل مشوارها على جدار الامعاء عشان تحط ايش عندي؟ ضيوف. طبعا حياته معقده، شهر 10 صعب، بس شو بده يسوي؟ بنكمل حياته. يا شباب الان يا بروح على السمول انتستين او على اللارج انتستين، والجزء الاخير بروح وين؟ على اذا كانت هيماتوري بتروح على اليورو جينيكا. حكينا يا شباب الموضوع فكشن عن طريق السكن، سكن بنتريشن. طبعا ميتهم للشرب، ميتهم للغسيل، لكل شيء نفس المي. وزي ما نقول شو كمان يا شباب، الحمد لله وعايشين هون في هاي البلد خير ونعمه، بس نحافظ على عايشين عليه. شباب معظمكم راح يسافر، معظم ميتهم راح يسافر على اوروبا، على امريكا، على استراليا. اللي بقول لك يا شباب الغربه انا مرتاح كذا، ما في واحد بالغربة، بس هي فترة عشان واحد ايش يتطور ويحسن من حياته وياخذ شهادة ويختص إلى آخره. بس زي هون ما في، راح تشوف. في سؤال شباب، دوامكم بخير، صباح الله، قصرت معكم، زعلت واحد منكم، أوكي؟ وإن شاء الله نلتقي الفصل الثاني الكل، السنة الجاية نلتقي ايش؟ الكل. شوية مجهود، شوية تعب، الله يوفقك. Thank you.